كثير من المعارضين السوريين يقولون نفس بعض هذا الكلام، أن الإتلاف السوري ربما هو مقصر بشكل أو بآخر، وأن المعارضة السورية في تركيا مقصرة. هل ثقة للمعارضة السورية ربما يتحول من تركيا سواء إلى الشمال السوري أو إلى مثلا أمريكا بوجود الآن ناشطين بشكل كبير من المعارضة السورية في أمريكا، هل ربما يتحول ثقة للمعارضة السورية من تركيا؟ الأساس أن يكون تمثيل المعارضة السورية من الداخل السوري، أن يكون من المناطق المحررة، سيما وأننا نتكلم عن مساحات ليست صغيرة وبتعداد سكاني ليس بالقليل، أتكلم عن حوالي 5 مليون نسمة، وأتكلم عن مساحة جغرافية تعادل مساحة لبنان. يمكن أن نقول أن الائتلاف يجب أن يكون موقعه الحقيقي في الداخل السوري، وأن يكون منتخبا من الشارع السوري، أو على الأقل لديه تمثيل وتواصل مباشر، لا أن يكون تمثيله في إسطنبول أو في حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. وجود معارضة في الولايات المتحدة الأمريكية السورية أو في أي دولة أخرى هو وجود إيجابي من أجل دعم مسار الثورة، لا من أجل تمثيل الثورة. لا عن أي ثورة يمكن أن تكون يعني متوافقة مع تمثيل السوريين متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية أو متواجدين في تركيا. الكلام الحقيقي أن يكون تماس مباشر لتمثيل الثورة مع الشارع الثوري، وأن يلبي مطالب الثوار على مستوى الأرض، وأن يكون تواصله وردود أفعال الشارع على تماس مباشر معه، لا أن يكون عرضة لضغوطات أو مصالح دول مرتهن بسبب تواجده فيها.